دوري ابطال افريقيا يا رب ان شاء الله. وطبعا انت بقى على طول جبت سيره البطوله، مفيش حديث غير طبعا يمكن بعد تحديد يعني المنافس الثاني للنهائي ان شاء الله امام النادي الاهلي هو النادي الزمالك. خليني ابدا معاك الحوار في النهائي الافريقي، انت شفت ازاي النهائي الافريقي، ونتطرق كمان على بعض المقارنات ما بين يعني الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه. خلينا نقول ان هو في البدايه كده هو نهائي تاريخي، يعني صحيح. نهائي تاريخي بالفعل. ليه؟ لان اول مره نهائي يكون نهائي دوري ابطال افريقيا يكون من مباراه واحده، دي رقم واحد. اول مره يكون كان على طول بيبقى ذهاب واياب، اول مره يحصل من مباراه واحده. تاني حاجه ان هو اول مره يكون ما بين فريقين من نفس البلد في نهائي دوري ابطال افريقيا، دي حاجه تاريخيه برضو، ولكن اللي هم الاهلي والزمالك. تالت حاجه ان هو اول نهائي يكون ما بين اكتر فرقتين اخذوا دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي 8 بطولات، نادي الزمالك 5 بطولات، دول اكتر فرقتين اخذوا دوري ابطال افريقيا. اذا هو نهائي تاريخي بكل المقاييس. صحيح. كمان في حاجه، النهائي ده هيبقى مثير جدا جدا لكذا يعني سبب كمان، ان انت مباراه الاهلي والزمالك بتبقى اصلا قمه لوحدها، دي لوحدها ده جزء لوحده يعني، فما بالك ببطوله دوري ابطال افريقيا، يعني الفريق اللي هيكسب هيبقى يعني هيبقى كسب دوري ابطال افريقيا وكسب الغريب التقليدي وكسب مباراه القمه يعني. فالمباراه اكيد لها طابع خاص، مباراه تبقى يعني ان شاء الله النادي الاهلي يكون حليفه التوفيق فيها باذن الله. يعني انا شايف ان الفرص فيها متساويه ما بين الفرقتين يعني.